بالحسبان زادوا لا غيبو ما قالش بالحسبان فيديو مجهول قدام وشحال قدو يريزيستي فيديو مجهول قدام وشحال قدو يريزيستي بلادي دلمون خديتي تصريحات؟ خديت تصريحات دابا رغم قابلين قولاو مع البريفي منفكين قولاو وحكاية اتوديون دي بريفي السلام عليكم، معكم فضولي إنصاف، طالبة بكلية الطب الصيدلة بطنجة وعضوة مكتب طلبة الطب. احنا هنا جينا نضمنا وقفة احتجاجية في إطار المسيرة النضالية ديالنا. المشاكل ديالنا متعددة، ومنا اللي ذكروا الزملاء ديالي، ومنا مشاكل أخرى بحال المشاكل المحلية اللي هي لافاك والسي أش أو اللي ما عندناش. لافاك يفترض أنها الشهر اللي ماجي إن شاء الله تفتح، السي أش أو ما عرفناش فيه وصلت أشغال البناء فيه، والمشاكل الأخرى بحال مثلا مشكل السنة السابعة. ومشاكل ديال الدونتيغ السنه السادسه ديالو، مشاكل ديال التدريب الفشائي. السلام عليكم، سعد السيدالي عضو في مكتب طلبه الطب طنجه. اليوم كنحتاجو كشكل نضالي في طنجه، بالاضافه للكليات التاسعه اللي كاين في المغرب من الكليات العموميه ديال الميديسين جينيرال وديال الدونتان. كنحتاجو من تقريبا هذا الشهر على عدة مطالب. عندنا مجموعه في ملف مطلبي ديالنا، المطلب الاولاني وهو لا للخصصه كما سمعناها. الخصصه هنايا كنعنيو بها امور عده، اهمها القضيه ديال كليات الطب الخاصه، انهم سمعنا انهم غادي يدوزوا معنا الامتحان ديال الانترنا. هذا الامتحان ديال الانترنا اللي كيتفتح له مناصب معدوده يتبالوا الناس ديالنا ديال الكليات العموميه. هاد المناصب هادو اللي قليله كتدوز لا فورماسيون ديالهم في واحد الظروف اللي تقريبا مزريه بواحد التجهيزات ناقصه، وحنا مدحسين مراتبنا، فما بالك اذا تزادوا الناس معنا برا. كنا حنايا عندنا وعود ان الناس ديال الطلبه الخصوصيين يبقاو في القطاع الخصوصي ديالهم، والمستشفيات العموميه يبقاو الطلبه العموميين. اذ كانت تفاجؤوا على انهم الناس لي ميدسان زاكستيرن ديالهم كيستاجيو مع في مستشفيات كازا في مدن اخرين، وكنتفاجؤوا انهم سمعنا انهم يدوزوا معنا المباراه ديال الانترنال والغزيدانا. الناحيه الاولى، من ناحيه اخرى لا بريفاتيزاسيون راه كنعنيو بها لا بريفاتيزاسيون ديال القطاع التعليم اون جينيرال، ماشي غير الطب، لا من ناحيه ديال التعليم الثانوي لا من ناحيه التعليم العالي. كنجمعوا دابا ديال السيناتور كونتر القانون اطار 51/17 اللي حاولوا كيتمحور هاد نظام الخصصه. نقطه اخرى في ملف مطلبي ديالنا هو شروحات ديال نوفيل ريفورم اللي جات باش تصلح التعليم العمومي. إذ كنت فاجئوا أننا داخلين في الحيط، يعني ما عارفينش فين ماشيين. بروميير ودوزيام سيكل احنا الطلبه ديالنا ماشيين فيه، باغ كونتخ لو تخوازيام سيكل ما عندنا حتى فكره اش غيكون فيه. كنطالبوا حنا باشراك الطلبه في اتخاذات القرار ديال هذا لو تخوازيام سيكل هذا، حيت لحد الان باقي مازال ما كاينش قرارات كيفاش هادوز هاد التكوين هذا. والناس دابا واصلا كاتخيم سانكيم اني، هاد تخون سيزيام اني ما عندنا حتى فكره اشنو على المستقبل ديالنا. واش ديروا جان وضغطوا على جرس باش يوصلكم جديد ديالنا.